في لاعب من اس ميلان مصاب والكره الى الامام، كره محاوله لريال مدريد، خلاص خطيره ممكن تقليص الفارق، تقليص الفارق للريال الملكي، يقلص الفارق الان هو مروان هلال، مروان هلال هو من يستطلع الان هلال مدريد الاول، وهدف مدريد الاول بكره خاطئه من المدافع، يخطف الكره ريال مدريد ويخطف الهدف الان يقلص الفارق، لكن في اللحظات الاخيره هل يسعف الوقت ريال مدريد من اجل العوده الى المباراه، هل يعود الى المباراه في اللحظات القادمه؟ الان الاثاره في اللحظات الاخيره، نعم اس ميلان هدفين لكن ريال مدريد هدف بعد هدف مروان هلال في اللحظات الماضيه، كره تحولت الكره الى خارج الملعب، ضربه مرمى، اذا مروان